اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده سمك، وخليها سمك النهارده على القول. هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده شويه جمبري، هنعملهم مكرونه جراتان. في مكرونه بنروح بعض المطاعم ناكل مكرونه بالجمبري، بيبقى عليها كريمه وعليها بشاميل وعليها جبنه، وايه اللي جاب الفوسفور للجبنه؟ اكيد هيبقى في مدرسه مغازيه هنا. مكرونه بالجمبري جراتان. معانا سبيط النهارده، سبيط بلدي، هنعمله طاجن فاهيتا. ممكن نقدم معاه جبنه او من غير جبنه، ولكن الفاهيتا عارفين ان هي من المطبخ المكسيكي. اخواننا في المكسيك لهم طرف اكل السمك، سواء جمبري فاهيتا، سبيط فاهيتا، كاليماريا فاهيتا، الاثنين مدرسه واحده، تشكيله من الخضار المشكل اللي هو الفلفله الملونه مع بصل وكزبره وتوم. معانا النهارده جندفلي، البعض بيسميه بلح البحر، جندفلي عرايس، هو جندفلي معانا اسكندراني. انا هعمله النهارده بالكريمه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. لطيف، تومه وكزبره، هو طبعا اشهرهم الجندفلي الاسكندراني ودي معروف. انا هعمله النهارده بطريقه بسيطه وسهله. وعندنا مشكله في الجندفلي او في العرايس او في بلح البحر، بيبقى في رمله في الكوكعه بتاعه الجندفلي، فازاي نتخلص منها؟ لان ممكن تعمل لنا مشكله في طبق شوربه بنقدمه. في تفاصيل كتير في اكله سمك عشان ناكلها بمزاج وناكلها بحب. او هنروح فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف التفاصيل الصغيره والبساطه والسهوله. وخليها سمك النهارده. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودايما في سؤال بيسالوه للمخرج، هتبدا بايه الاول عشان نجهز الماتيريال بتاعنا والمقادير بتاعتنا ويبقى في تنظيم في العمل. طبيعي عندنا سبيط وعندنا بلح البحر او جندفلي وعندنا جمبري، ايهما في الثلاثه بياخد وقت كبير من السوى، وايهما في الثلاثه محتاج تركيز علشان يستوى اكتر؟ طبيعي السبيط اللي هي الرخويات، في رخويات، في قشريات، في اسماك في قلب البحر. من ضمن الرخويات السبيط والكاليماريا والاخطبوط. فمعانا سبيط بلد النهارده، الصوره الحلوه على الشاشه، وفلفله ملونه، وهنعمل طاجن سبيط فاهيتا هنقدمه لحضراتكم بتفاصيل بسيطه وسهله وتقدري تعمليه في البيت. المقادير على الشاشه، صورها بالتليفون، اكتبيها ورايا، نشوف المقادير يا شباب بعد اذنكم. سبيط بلدي، الله، فلفله ملونه، بصل، ثوم، كزبره خضراء، كل دي المقادير. زبده في المقادير وزيت زيتون، هي دي المقادير البسيطه السهله. القناه دي ده حاجه تانية خالص، معلش. المقادير على الشاشه، بص عليها كده ونكتبها. يلا، معانا سبيط بلدي، معانا فلفله ملونه، ومعانا بصل وتوم وزيت زيتون وكزبره خضراء. عايزه تحط جبنه على الفاهيتا اختياري. طيب تعالوا مع بعض نعمله بطريقه سهله وبسيطه. طاسه على النار يا عم الشيف، الطاسه دي لازم تكون شديده الحراره، وفي اسئله كتير على السوشيال ميديا لما بنيجي نعمل اكله السمك بنحط في الاعتبار نجاوب على اسئله حضراتكم. السبيط يا شيف مغازي الله يرضى عليك ما بيستويش معايا. السبيط يا شيف مغازي الله يرضى عليك بيشد معايا. الكاليماري نفس القصه، الاثنين ولاد عم، نفس الشكل، نفس اللون، نفس الطعم تقريبا، ولكن الفرق بين السبيط والكاليماري الشكل. سوري، السبطايه بتلاقيها طبعا كده بتبقى زي كف الايد، ولها طبعا الشوارب بتاعتها والراس بتاعتها مختلفه. اما الكاليماريا اقماع، عامله زي القمع زي القرطاس، هي دي اللي بتتحشي، وبرده بيبقى لها الشرفشيب بتاعتها او الشوارب بتاعتها، والراس بتبقى بتاعتها صغيره. في العاده بيبقى السبيط وزنه كبير، اما الكاليماري بيبقى وزنه صغير. ده الفرق بين الاثنين، ولكن الشكل والطعم واحد. لما تيجي تعملي السبيط طاجن غير لما تيجي تعمليه مقلي، ده مهم جدا، لازم نعرف الموضوع ده. لما نيجي نعمل السبيط طاجن غير لما نيجي نعمله مقلي. السبيط معانا زي الفل، قطعناه شرايح، بتاخديه كده زي ما هو من غير توابل خالص، ولا تحط عليه اي حاجه نهائيا، زي ما هو كده، غير ان انا احط شويه زيت صغيرين. واخد السبيط ده يا عم الشيف في طاسه شديده الحراره، اديله صدمه ناريه. يعني ايه صدمه ناريه يا مغازي؟ يعني انزله على جريلا سخنه. الطبيعي اي انسجه بتتعرض لدرجه حراره عاليه في طاسه على جريلا
ايه اللي بيحصل؟ في تهتك للانسجه دي وتقطيع للانسجه دي وبسرعه بيستوي، انما لو حطينا خضار، حطينا بهارات، حطينا توابل بتعرقل عمليه السوى. عشان كده حذاري انك انت تحطي اي خضار هنا او اي تتبيله مع سبيت او كاليماري عايزاه يستوي بسرعه. المشكله اللي بتواجهنا احنا كلنا واللي هو قليل الخبره لما يجي يعمل طاجن سبيت او طاجن كاليماري بيشد معانا زي البلاستيك او زي الاستيك، وفي نفس الوقت كمان مش بيستوي، بياخد وقت كبير على النار. لو انا عاملاه بالخضار، الخضار يتهري ويستوي ولسه السبيت مستواش. مع الشيف المغازي السبيت مش اقل من 5 دقايق يكون مستوي معانا بالطريقه دي كده. طاسه شديده الحراره واستنى عليها لما تسخن. السبيت مش بحط عليه اي حاجه خالص وبنزل بيه كده واحده اهو 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 حلو اهو اهو اللهم صل على النبي اهو هو ده اهو. واقلبه واقلب كده. طاجن السبيت فايته. السبيت كده بعد دقيقه من دلوقتي استوى اه، من غير اي توابل، من غير اي بهارات، من غير اي خضار اه. خد الشكل الكوكعي، خد الشكل الحلزوني اهو اه. شفت ازاي؟ هو ده. واسيبه على النار يا عم الشيف، والمخرج بيقول لي روق لي على البوتاجاز علشان الصوره تطلع حلوه. بكون مقطع الخضار بتاعي اللي هي الفلفله الملونه يا عم الشيف، البصل الشرايح او الجوليان، في مصطلحات كده لتقطيع الخضار مالكيش دعوه بيها. بصل شرايح، فلفل شرايح، كل ده مع بعضه. باجي على السبيت ده كده اغطيه واسيبه يستوي اه، انساه شويه يعني من الاخر، مش هحط اي حاجه عليه خالص اه. يلا مع السلامه، عشان الصوت بتاعك مزعج وانت بتستوي. الخضار بتاعنا معانا فلفل اخضر، معانا فلفل احمر، معانا بصل شرايح، معانا كمان فلفل اصفر. باخد الخضار ده يا عم الشيف كله مع بعضه، اللهم صل على النبي، وابدا ان انا ايه اقلبه كده علشان اخواننا في المكسيك قرايبنا الخضار عاملين زي الصينيين يعني، دايما الخضار بيبقى حي في قلب الطاجن. يعني ايه حي؟ يعني بتلاقي شكله كده لطيف كانه لسه مستواش. فالمفروض في الفاهيته بتاعتنا الجميله دي الخضار ما يستويش جامد، يبقى واخد الوانه الطبيعيه اه. دول كده زي الفل، ومع شويه بهارات حلوين كده ومعلقه زيت صغيره بنقلب الخضار ده كده. اللهم صل على النبي. الفاهيته بتحب البابريكا، شويه كركم، شويه بهارات، حلو قوي، الملح والفلفل بتاعنا. السبيت بيستوي ومغطيه لانه عايز ينط من الحله اه. اللهم صل على، استوى السبيت على فكره، يعني انت عايز تشوفه استوى ولا ما استواش، واحنا مع بعض دلوقتي حان على الهواء عشان بس نشوف التايم لاين اللي استوى فيه السبيت كده. انا حطيت البهارات بتاعتي، عندي كمان شويه كزبره خضراء، عندي شويه توم طازه، واخد الخضار ده يا عم الشيف كده بالشكل ده كده اه. خضار الفاهيتا بين اصابع ايديا وكف ايديا، فلفله ملونه، بصل شرايح جوليان، توم طازه، كزبره خضراء، معلقه من زيت الزيتون، البهارات بتاعتنا بابريكا، ملح، فلفل، زعتر، شويه كركم. اقلب الخضار كده اهو، نكشف على السبيت بتاعنا ونشوف ظروفه ايه. يلا الكاميرا تستعد اه، والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى مع سبيت فاهيتا طاجن. سرعه التسويه بتاعته لا تتعدى العشر دقائق زي الفل. افتح يا سمسم اه، اللهم صل على النبي. استوى السبيت، نقلب كده ونشوف الدنيا عامله معانا ايه. انا عارف بياخد وقت كبير، وانا بجاوب على الاسئله دي عملي يا فاروق والله، انا عارف اهو. شفت السبيت اهو، شفت اللون ده كده؟ هو ده. استنى عليه لما ميته تنشف شويه اه، مش هحط اي حاجه خالص،
زي ما هو كده. دايما يعني نسمع يقول لك واحد والله مات وهو ماشي كده في امان الله، جات له سكته قلبيه. الصبيت كده والكاليماري لازم تجي له السكته وقت ما بتصدم الصدمه الناريه على النار، يعني تيجي الانسجه متقطعه مره واحده نتيجه تعرضه للحراره. حلو، كان لازم نفهم الموضوع كده. شايفين الصبيت استوى. خلاص، من غير توابل ولا صلصه. اوعى تحطي معجون طماطم، واوعى تحطي طماطم، اوعى تحطي توابل. زي ما هو كده. حاضر، عينيا والله هريحك. انا هناخد واحده زي دي كده اهي، من دول كده. احنا بناكل الصبيت بالشوكه والمعلقه والسكينه عشان بس نفهم. ادي معلقه اهيت وادي شوكه، بس عايزين نحسب من ساعه ما حطيت الصبيت في قلب الطاسه. يلا يا اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم، فرسان التلفزيون المصري. مفيش سكينه معايا، في معلقه للامانه اهي، وعايز اكل الصبيت اعمل اهو وانا واقف. شفت؟ ايه رايك؟ استوى. اكل علاوه تسمح لي؟ استوى في ثانيه. وانا واقف. في دقائق معدوده استوى الصبيط. حلو قوي، نحطها هنا. ناخد الخضار بتاعنا، اللهم صل على النبي. بس خلاص، ونغطيه. عملت طاجن الفاهيتا في اقل وقت ممكن، زي ما هو كده هغطي الطاسه بتاعتي. من غير ميه، من غير اي سوائل، واغطيها كده. ايه اللي هيحصل هنا كيميائيا وعمليا وفنيا وطهويا؟ الخضار فيه سوائل، ان انا اغطيها هيتعرض لدرجه حراره عاليه جدا. الخضار هينزل من فوق، ينزل على الصبيت، الصبيت عطشان يسمران يسقيني محبه، ينزل يشرب تشكيله الخضار تشكيله التوابل بالشكل ده كده. خلصت الفايته. ايه ده يا شيف؟ ده ما كملناش 10 دقايق مع بعض. مع الواحد بيتكلم وبيشرح الموضوع، لو انت هتعمليه في المطبخ مش هيكمل معاكي 5 دقايق، لانك بتسرحي مع نفسك كده وبتتخيلي الاكله وجوزك بياكل ويقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. حلو قوي. نخش على اللي بعده. عايزين نعمل مكرونه جراتان بالجمبري. ممكن نعمل مكرونه جراتان بالدجاج. ممكن نعمل مكرونه جراتان باللحمه المفرومه. انما مكرونه جراتان وجمبري، وجمبري لحم، يعني لا فيه قشر ولا الشوارب بتاعته. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، بسيطه وسهله. طعم الصبوت حلو قوي على فكره، ما زلت استمتع بيه. مكرونه بنه، جمبري لحم، بصل وتوم، بقدونس وريحان او ريحان وبقدونس، زعتر، زبده، جبنه موزاريلا اختياري او جبنه بارميجان اختياري زي ما انت عايزه. المكرونه اول حاجه بسلقها، مدرسه الطهي لسلق المكرونه، معلقتين زيت ايا كان، هو زيت زيتون او اي نوع زيت، مع ماء بيغلي والملح القليل، الانتظار حتى غليان الماء، وحذاري انك تحطي مكرونه في ميه ما بتش بتغلي. ايه النتيجه يا مغازي؟ المكرونه هتتقطع وتتهري منك، ويبقى شكلها مش لطيف خالص، ومعالمها مش هتعرفيها، الاسباجيتي من النكدتيلي من البنه من وهكذا. الميه بتغلي قدامي فيها زيت. ايه الزلزال ده؟ يلا. هو ده. ادي المكرونه بتاعتي. مدرسه المغازي بتقول ايه للباستا؟ سواء باستا سي فود او باستا تشيكن او باستا بيف ايا كان، المكرونه تستوي نص سوا، تكمل سواها وتكمل القعده بتاعتها مع الصلصه التابعه ليها، مع البلد التابعه ليها، طلياني بولونيز تقعد تستوي مع البولونيز، مع الجمبري تقعد تستوي مع الجمبري. المكرونه كده بتستوي زي الفل. حابب تطلع فاصل مخرجنا الجميل ولا نشوف الكاليماري؟ نشوف الصبيت. قول لي. لا ما تبص على الصبيت بقى، رايك؟ بص على الصبيت الحلو ده كده، بص على الصبيت. اهدى بالله عليك يا اخي، بالله عليك، يومك حلو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا ويلي يا ويلي. يا عمري، شفت الصبيت ازاي مع الفلفله الملونه؟ ما اقولكش، بهديلك الطاجن ده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ خلاص استوى يا باشا. طعم هنا، بقول لك عشان يا سمراني اسقيني ايه؟ محبه. اسقيني هنا الخضار والتوابل. انا هغطيه طبعا على النار
عشان هنغرفه بشكل حلو دلوقتي. المطاعم الكبيرة والمطاعم في المكسيك والسي فود دايما يجيبوا زهرة كده بشكل حلو، في شكل سمكة، في شكل طاجن، شكل حلزوني، شكل بيضاوي، وتبقى سخنة زي الفل، وينزل عليها الفاهيتة كده وتتقدم وتبقى زي الفل. معاها جبنة بقى مش معاها جبنة، مش هو ده الموضوع، الموضوع والخبرة في اللي أنا عملته. وقال لك الطاسة وسر الطاسة مع المغازي، أو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لكل أكلة أسرار، ولكل أكلة مفتاح نجاح. زي أي عمل، الإخراج له مفاتيح نجاح وإبداع، تصوير له مفاتيح نجاح وإبداع. كمان لما بنعمل أكلة حلوة عايزين نقدمها بشكل حلو، تعبنا فيها. شوف المغازي قدم معلومة غير معلومة، عرفنا منه أن الصبيت عشان يستوي لازم ما يتعرضش لأي توابل ولا أي خضار. الصبيت استوى معانا اهو، خضار حي وزي الفل. كمان لازم نقدمه بشكل حلو قوي، ظبطنا التوابل والملح زي الفل. الراجل الطيب جوزك بيديك مصروف كل شهر، او انت مثلا عندك مصروف، كل واحد في حياته اكيد له يعني حاجه كده ايه تحت البلاطه، عايزك تطلعي اللي تحت البلاطه ده وتشتري اكسسوارات مطبخ تكون عندك. جريلا زي دي كده، زهره حلوه، تعملي بيها شو على السفره، ايه المشكله؟ عندك ضيوف، عندك صحابك، تقدري تعملي حاجه حلوه زي اللي انا بعمله دلوقتي. طبعا نعمل الحاجه دي علشان برضو كمان الصوره تبقى حلوه. زهره زي دي سخنه زي الفل. بعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا السبيت عايز اقدمه بشكل حلو. طبيعي ان انا باخد السبيت الحلو ده كده حلو، اللهم صل على النبي، واخده زي ما هو كده. يلا يا شباب صلي على الحبيب، قلبك يطيب. السبيت مع التركايه والمعلومه الغير معلومه يا ويلي العب يا سمك. الف انا وشيفا اللي ياكل زي الفل. تن سخن لغايه لما جوزك يركن العربيه ويدور على مكان يركن في العربيه، والضيوف تيجي تتجمع كلها، وبالف هنا وشفا. طاجن السبيت فاهيتا. نخش على طبق المكرونه بتاعنا اللي هنعمله بالجمبري. المكرونه بتستوي على النار الطبيعي، اللهم صل على النبي، مقاديرها على الشاشه. مكرونه، جمبري، توابلنا بصل وتوم، ومكعبين من الزبده وكريمه لباني وقليل من الشبت. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. حلو قوي. معلقه زيت زيتون لطيفه كده. المكرونه بتستوي معايا هنا تقريبا نص سوا. حلو الكلام. بصلايه ناعمه، بصل مفروم ناعم معايا. يا بختك يا شيف، كل حاجه جاهزه معاك، مساعدين شطار. باخد الفص التوم الحلو ده كده واقلبهم مع بعض كده، وانا بقلب التومه مع البصله، الريحه وريحه البصل والطعم طبيعي مع شويه زعتر حلوين. تحميره الزعتر مع البصله والتومه عيونك مش بتدمع زي الفل. استنى على البصلية كده ما تشقر او يبقى لونها اشقر يعني اهو بالشكل ده كده، او تتشوح، اي مصطلح انتوا حابينه ماشي. مكعب زبده حلو بيساعد على احمرار البصل وان هو ياخد لون طبيعي. انا بقول لك على حاجات وانا شغال والله لازم تتعلميها. لو قعدت تحمري البصله دي نص ساعه في قلب الزيت هتاخد وقت منك، انت عايزاها تاخد لون بسرعه بدون البصله بتاعتي ما تنشف، وبدون البصله بتاعتي يبقى العرق بتاعها او عرق السوائل موجود فيها. مكعب زبده خلاص خلصت بقى، بس لازم يكون في زيت لان الزبده لوحدها بتتحرق، خلي بالك. معانا من الجمبري اللحم اللهم صل على النبي بس قبل الجمبري اللحم خلوني بقى ايه تركايه
والخبره الطهويه هنا بتقول ايه؟ عايز طعم وعايز تيست. الجمبري اللحم ما فيهوش طعم، طعم ضعيف شويه، فانا عايز الطعم يجي منين؟ من الجمبري ده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ الجمبري ده بعد ما يستوي ويديني شويه الشوربه الحلوين ويديني التست، جمبري بلدي سويسي بالشكل ده كده. قابلني عود شبت، تعالى زعلان عايز تجاور الجمبري. حلو قوي. زي الفل. والجمبري ده خليه شويه على جنب واقلب دول كده مع بعض. عايز شويه شوربه انا عشان المكرونه يبقى طعمها حلو. زي ما احنا كده شغالين زي الفل. اخبار المكرونه ايه؟ بص عليها كده، هو ده ده اللي انا عايزه. خلاص كفايه عليها كده قوي، شيلها من النار. سلق المكرونه مع المكرونه بالجمبري نص سوا معايا بالشكل ده كده، خلي بالك. اللهم صل على النبي. سلقنا المكرونه نص سوا، باخدها هنا. طبعا اوعي حذاري واكتبي المعلومه دي على باب الثلاجه، تاخدي مكرونه تسلقيها كده وتاخديها على الحوض تغسليها، زعلاني منك. المكرونه تبكي والله، تعيط. ليه بقى؟ تاذيها. ما انا حلوه زي الفل، بتغسليني ليه؟ طعم حلو. هو انا مصنوعه من ايه؟ من دي سميد ناعم او دي عادي، دي انواع مكرونه، معلقه زيت، بيض، دي المصنعات او المكونات او الماتيريال بتاع المكرونه عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. سنه شبت صغيره. حلو الكلام. شويه كريمه لباني معلقه. ده على المكرونه. عايز الطعم. دي مكرونه بالجمبري على طريقه المغازه، سنه شبت، معلقه الكريمه. الله، المكرونه سخنه. اتعرفت سريعا على كريمه لباني وسنه شبت، هي كده متحضره. حلو الكلام. حلو الكلام. عندنا الجمبري بتاعنا اخباره ايه؟ زي الفل، خد اللون. ركزي في الموضوع ده عشان مهم. اهو بقى لونه فسفوري في قلب الطاسه زي ما هو كده. بعمل حاجه لطيفه كده. فاكرين ميه المكرونه اللي انا سالق فيها المكرونه؟ باخد منها شويه. احنا بنتسلى النهارده، بنلعب يعني الاخر. شويه ميه كده. ده بس كفايه. الله الله عليك. هو ده انا عايز دول كده. اتعشر. حلوه اهو، غلوه على النار. هنعمل حاجه لطيفه دلوقتي مع بعض. بناخد شويه الجمبري الحلوين دول يا عم الشيف اللي انا سلقتهم في شويه ميه مع العود الشبت اللطيف. حاضر. عايز تقزقز دول؟ قزقز جمبري، قزقز كابوريا. لو قزقزوني قزقز ايه؟ الجمبري ده نخليه على جنب. حلو قوي. والميه بتاعتي دي اللطيفه دي كده. معانا وايت صوص بشاميل. هو ده. الله. عامل معلقتين دقيق مع شويه حليب وكعب زبده وعملت صوص بشاميل اللي هو الوايت صوص. خدت منه شويه كده. خلاص زي الفل. التركايه دي والمعلومه دي مش هتلاقيها عند اي حد. طعم الجمبري هنا، طعم المكرونه في جمبري. جا منين الجمبري؟ من التركايه دي. سلقت الجمبري وعملت له صدمه مع تومه وبصله وشويه زعتر، وخدت الطعم وخدت التست زي ما حضراتكم شايفين كده. تسلم ايدك يا مغازي. معانا جمبري لحم، غزيها بقى يا شيف شويه جمبري لحم. ينزل في قلب الصلصه دي كده. شفت الشقاوه؟ طبق غني، طبق مكلف، جمبري في جمبري. مش بقول لك انا متغدى النهارده جمبري في جمبري؟ جا منين؟ الشوربه جمبري وجمبري في قلب المكرونه. ناخد الجمبري ده كده تقليبه. الله عليك وعلى والديك. ناخد الخليط ده زي ما هو كده. يلا مخرجنا حبايبنا.
تخش النار دي، خلي بالك في عشق هنا، في جمبري ومكرونه بينا. الشيف عمل تركية حلوه قوي، حط شويه كريمه لباني مع قليل من الشبت، المكرونه طلعت من الميه المغليه لا مستنياها الايه، كريمه اللباني والشبت الاثنين مع بعض بيدوا تيست وطعم جامد جدا، في ليفر عالي جدا، الجمبري في قلب الوايت صوص بيلعب. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك الحلو جاي. انت وراك حاجه؟ وانا موريش حاجه، واعمل الطريقه دي كده. يا ويلي يا دلعك يا دلعك، انا عايزك تجيب لي تفاصيل الجمبري عشان يقولوا الشيف كريم. وانتوا تستاهلوا الكرم ده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك يا طيب يا طيب يا طيب يا طيب، اللهم صل على النبي. يا طيب، ده عشان تكليف مكان دفع فيه فلوس كتير، بس طبعا مش بنفس الطعم ده. نعم، ده للحبايب بس. شويه البهريز الحلوين دول، دي راس الجمبريه دي، اللي بالك شويه البهريز دول بننزل بهم كده. اوعى، كل حاجه هنا لا تمنها، كل حاجه هنا لا تمنها، لوحه فنيه. اصبر على رزقك، احنا متفقين ان احنا ما ورناش حاجه النهارده، خليها سمك يعني اليوم الفسفوري. اروق كده على الكسرولة بتاعتي لان هي هتطلع من الفرن تتقدم للضيوف. عندي جبنه، شفت الشقاوه بقى اهو، حط شويه جبنه هنا كده. انا بهديلك المكرونه دي يا عمري يا عمير كده، صح معايا جه الاسم؟ صح كده. هيترفض عمير بعد الحلقه دي. والله ولا اداني رشوه ولا حاجه، ده هو حبيبي، انا بحب الراجل ده لان في حاجات كده وعينيا اللي بشوف بيها. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ رشه شبت، مع انه حرامي بس ما نستغناش عنه في حاله لما نعمل مكرونه بالجمبري والوايت صوص، بيدي تيست وطعم جامد جدا بس قليل جدا. الحله دي او الكسروله دي او الطاسه دي او الطبق الحلو ده كده او اللوحه الفنيه اللي حضراتكم شايفينها هتخش الفرن في درجه حراره 180 زي ما هي كده. زي ما هي كده. يلا مع بعض، يلا مع بعض، العب يا جمبري. الف انا وشفا. ايه ده؟ ايه الصوره الفسفوريه اللي طالعه من قلب الفرن ده؟ البحر بيتكلم مصري. يلا خلينا ناخد بعضنا نطلع فاصل صغير، ولما قلتش الكلام الحلو ده وما قلتش الحاجات اللطيفه اللي بقولها دي بجد ما بعرفش اشتغل. ليه؟ بسلي نفسي واقف في المطبخ. انت بقى وانت شغاله في المطبخ ما معكيش مخرج ولا معاكي حبايب ولا معاكي شيف، لا مع نفسك، فتشغلي بقى اغنيه حلوه كده بتحبيها، اغنيه لام كلثوم، اغنيه لعبد الحليم، دلعي نفسك في المطبخ، كوبايه قهوه حلوه زي ما انت عايزه. المهم انك تقف في المطبخ رايقه وفايقه واقفه بحب، تقدري تعملي الحاجه اللي نفسك فيها زي الشيف المغازي ما هو شغال كده. خلينا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنعمل شويه جندفلي جامدين جدا، شويه عرايس جامدين جدا، شويه بلح البحر جامدين جدا، هي المدرسه واحد بالكريمه اللباني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عجبني قوي الطاجن السبيط اللي انا عملته او الفاهيتة اللي انا عملتها. ميزه الفاهيتة بالتقديم اللي انا قدمته ده ان هي سخنه وما زالت سخنه لغايه لما كلنا نتجمع على طبليه واحده. طبليه يا مغازي، هو في طبليه دلوقتي؟ ايه المشكله؟ عند اي نجار هنعمل طبليه مدوره، بتاع الوميتال هنعمل طبليه مدوره، ونرجع للزمن الجميل نحطها في قلب الصالون في قلب الصاله، ننسى شويه الوقت اللي احنا فيه وكلنا نتجمع عليها. وصدقوني بجد الاكل لما يبقى كله متجمع على الطبليه بيبقى فيه بركه، وده عرفناه من زمان، جذورنا واهالينا وحبايبنا علمونا كده. فنتجمع كلنا وناكل، هتنهز فايته سخنه
لغايه لما كلنا ناكل ونشبع. طيب انا هعمل دلوقتي شويه جندفلي بالتومه والكزبره او اسكندراني، هضيف لهم شويه كريمه لباني. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمله ازاي. الجندفلي ده مشكلته مهما كنت شاطره في المطبخ ومهما كنت محترفه سمك ممكن تحصل معاك مشكله. ايه المشكله اللي ممكن تواجهنا يا مغازي؟ بتبقى في بعض الكويكعات او بعض الجندفلي او العرايس دي بتبقى واحده مقفوله، هي ميته وهي في الميه، فبتلم رمله. الرمله دي لما نيجي نعملها بتعمل لنا مشكله، بنحس ان في بابور زلط تحت سناننا، والموضوع بيبقى بصراحه يعني مش لطيف خالص، وممكن نقوم على الاكل ونسيبه، وخاصه لو في طبق شوربه او طاجن جندفلي او طاجن ميكس سي فود او حاجه من الحاجات دي. فلازم اول حاجه بتجيبيه تفتحيه، واللي تفتحيها تحطها في ميه، ميه عاديه خالص، مش هقول لك بقى روحي ميه بحر والجو ده، ميه من الحنفيه بس ميه نظيفه طبعا اساس، ميه الحنفيه فله يعني، خدت بالك؟ ما تحطيش عليها اي بهارات عشان تقدر تفصلي الموضوع، وتفتحي كل واحده. لقيتي بقى فيها مشكله ده بتبقى تغيري كل الجندفلي، فانت تفتحيها الاول وتشوفيها عشان ما تبوظيش الكميه كلها. ده اللي انا عايز اوصي بيه لما نيجي نعمل العرايس دي. معانا طاس على النار شديده الحراره، معانا من الزبده والسم والزيت الزيتون معلقتين، حلو قوي. معانا ميه بتغلى على النار احتاج لها، بحط مكعب الزبده ده كده، ركزي معايا عشان الموضوع ده هنا شيق. كلنا ممكن بنروح مطاعم السمك ناكل الجندفلي ده، نقول له عايز شويه جندفلي اسكندراني. اخواننا في اسكندريه بوجه لهم تحيه كبيره، شطار في عمال الجندفلي الاسكندراني. حلو، الزبده ساحت وراحت مطرح. حاضر يا غالي المكرونه، انت عينك على الجمبري انا عارف، ديني هسه. الزبده ساحت، باخد البصلايه الناعمه دي كده، الله الله، باخد الفص التوم الحلو ده كده واقلبهم كده مع بعض، اتاكد ان هم تمام، مش عايز احمرهم جامد اهو، الله على الريحه الحلوه. بنزل بشويه زعتر حلوين كده، ركزي معايا عشان تعملي الطبق ده وانت زي الفل اهو. بهاراتنا الملح، شفت بقى اللي انا بعمله دلوقتي؟ هي دي الخبره الطهويه. لو انت حطيت الملح والفلفل على الجندفلي او على بلح البحر وهو في قلب الطاسه، وارد ان الملح والفلفل اللي بتحطيه ولا البهارات اللي بتحطيها تتحط في واحده من دول بس، تيجي تقلبيه هي في دول، تيجي تاكل كل بلح البحر ده والجندفلي ده تلاقي واحده فيها كل التوابل، وده بيحصل والله العظيم في المطاعم، تلاقي واحده ولا ثلاثه من دولت فيهم كل التوابل وقفلت على كده والباقي كله بريء من اي توابل. فانا شفت عملت ايه؟ حطيت التومه والبصله والبهارات وقلبتهم كده، اصبح الطعم كله هنا واحد. زي ما انا شغال كده، تومه بصله البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، اصبحت ان البصله هنا لونها فسفوري، الله عليك يا شيف. واهم حاجه الملح والبهارات والفلفل. واقلب كده واحط الكزبره الخضراء واقلب كده واستنى هسه لغايه لما كلهم يبقوا مع بعض نسيج واحد. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. حلو قوي، دي لازم نار شديده بقى تحتها، والشغل الشو بتاع المطاعم والجو اللي حضراتكم عارفينه ده. زي الفل. باخد الجندفلي يا عم الشيف جاهز معايا مع شرايح الليمون اللي في قلبه دي كده زي الفل، وانزل به هنا كده. يلا يلا الصورة الحلوة. هو ده هو ده. خلص الكلام، نقلبهم. شفت بقى الشقاوة؟ وقلب بقى بالراحة بهدوء. هم دقيقتين بالظبط، اقل من دقيقتين كمان. بس طبعا لازم اعمل حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ عندي شوية مية، والمية اللي بتغلى عندي زي الفل، واسيبهم كده واشيل كل حاجه دي من هنا. شفنا عملنا الجندفل ازاي بطريقه سهله وبسيطه،
واروق الدنيا عشان هطلع دلوقتي طبق مكرونه بيتكلم مصري، واروق على الكاونتر بتاعي. عينيا حبيب والديك اهو، والجندفل خلص زي الفل يا عم الشيف. مهم جدا الطريقه اللي انا عملتها دلوقتي، حطيت التوابل على البصله والتومه اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ اه سمعنا الصوت ده كده؟ ده ما بياخدش دقيقتين في النار. اصبحت ان التوابل والبصله والتومه والكزبره كل دول مع بعضهم بيتوزعوا في قلب الجندفل من جوه، او قلب العرايس من جوه. اه حلو قوي. النار اخبارها ايه؟ زي الفل. الطبق ده بنجيبه هنا، نطلع المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. عينيه. لا لا انت لازم الاول تشوفها وهي في الفرن. فاروق لا ده جامد قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده. يلا اللهم صل على النبي. والجندفل بتاعنا. العب بالكاميرا بقى في المكان اللي انت حابه. اه ايه بدلعك انا على الاخر. تطلع من فوسفور تخش على فوسفور. اه اللهم صل على النبي. زي الفل. الف هنا وشفا. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم بتتابعوا معايا بهزر بضحك، عايز اوصل معلومه ان انا بحب المطبخ وانتوا كمان بتحبوا المطبخ اكتر مني، لانك انت بتعملي اكل لاولادك وجوزك واسرتك وضيوفك وحبايبك واللي انت بتحبهم كلهم. حدك حد في الغربه بتعملي له اكله سي فود، مش بقول لك كلها في مطعم، ايه المشكله لما تعملها في البيت بالطريقه دي والمدرسه دي، مدرسه المغازي. شويه جمبري، جبنا تقريبا نص كيلو جمبري قشر مع ربع كيلو جمبري لحمه ونص كيلو، وشفنا الطريقه اللي عملت بيها المكرونه لطيفه. ايه التركايه هنا؟ ان انا بسلق المكرونه نص سوا، طلعت من الميه المغليه، قابلتها بشويه كريمه لباني وشويه شبت صغيرين وسبتها تهدى. قابلتها بحب يعني، في الاخر جهزت الكريمه بتاعتي مع شوربه الجمبري بتاعتي، وشفت عملناها ازاي. فين الشوربه؟ حاضر يا غالي. عينيا والله انت ابن حلال. بقول لي اضرب شوكه كده ووريني الجمبري فين والمكرونه ما كانت فيها صوص دلوقتي وميه كتير. يا راجل يا طيب انت ليه بتتهمني دايما؟ قول لي انك عايز تشتغل شيف. اهو ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ هو ده. الف هنا وش اكل؟ تسمح لي؟ ما ينفعش. حلو قوي. ومعانا طبعا طاجن الفهيته بتاعنا المكسيكي اللطيف الحلو عملناه، والجندفلي بطريقه بسيطه وسهله تقدر تضيف كريمه لباني او تخليه من غير كريمه. انا شخصيا بحبه من غير كريمه لان عايز استطعم الجندفلي بالتومه والكزبره. خليها سمك النهارده. رؤيه فن ابداع. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.